السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راح نكمل لعبة ليتل نايت ميرز. اذا بتحب تشوف الجزء الاول هي موجود عندك فوق على اليمين بالكاردز. ما بدي اطول المقدمة اكثر من هيك، يلا خلينا نخش. اذكر اخر مرة طلعنا من السجن او المكان اللي كنا فيه، يعني طلعنا منه اللي هو كان اسمه السجن. اوكي، هذا هو السجن اللي على اليسار، هذا طلعنا منه. طيب نفوت جوا ولا نطلع فوق؟ نطلع فوق نشوف ايش فيه. بالاول في باب ثاني هون فوق في اشي؟ لا كمان لسه. في مدخل ثاني فوق. شوف ايش في، بس ما بدي انزل. لا في هذول اثنين صغار. اوكي في واحد ثاني مشنوق. انا بقول خلينا نروح تحت الباب اللي تحت بعدين نرجع لفوق. تمام. ما الله، بسم الله. خلينا نفوت في هذا واحد هون. اي اوكي تمام. شفت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايش فيه؟ ايش فيه؟ ايش فيه؟ ايش فيه؟ في حدا جاي؟ بسم الله. ايش شايف؟ مليح يا اخي. باب وتسكر. اها، معناته لازم نطلع فوق على المكان الثاني. شكله في مقبض او شيء يفتح لنا هذا الباب. بسم الله. ايه جاي شكل زي النطة، يعني عارف لون تنط، تطلع هون وتطلع على المغسلة وتعطيها نطة. ما اتوقع بتوصل. لا والله انها صدفة. انا شفته حاط ايده على الحيط، قلت خلنا نكمل. اوكي هو هون حاط ايديه بس ما، يعني شكله مو ما بيدز، بس على الباب هذا دز، فعشان هيك كملت. طيب دقيقة، يمكن في شيء ورا الباب. بس لا تسكروا كله عشان اقدر اطلع. هون في مفتاح لازم اجيبه، معناته هذا المكان نرجع له بعدين. في له شغلة. خلينا ننزل. اوكي. شنطة. جيب الشنطة، حطها هون واحد جاي. في صوت. طيب ايش الفايدة من السرير هذا؟ يعني نتسلق هون يعني. المفتاح. لدو ونط على هون. هون فوق في شيء. في تمثال زي هذا. التمثال لازم نكسره. لا ايوه لسه لحد الان ما بعرف ايش فايدة التماثيل هاي، بس مش مشكلة. طيب وهاي اخذنا المفتاح يا قلبي. تتوقع المقبض هذا اللي نزل السرير نفسه فتح الباب اللي تحت؟ ما بعرف. الله يستر الله يستر. لا اذا سكر عليه ما بقدر ارجع، صح؟ بقدر افتح الباب للجهة الثانية؟ لا. اوكي خلص علقت هون. الصوت اللي على اليسار هذا موترني، وهذا القرد موترني. اتوقع اذا مو قال لنا عن شغله او في شغله بتسوي ازعاج لما نرميها، معناته في واحد يعني لازم نمرق من عنده. زي القرد هذا راح يكون الهاء. طيب بس شلون اضغط الكبس اللي فوق؟ اقرب القرد عليها يعني؟ لا. بلى. بسم الله الله يستر. اوكي ما في شيء هون. طب ايش اسوي؟ في اشي لازم اجيبه انط عليه ولا اجيب القرد؟ اجيب القرد وارميه. ارميه على الزر الثاني هذا.
اوكي خلنا افوت جوا هون لان صراحة مش مطمن، والله ماني مطمن. قبل ما نطلع بس نستنى شوي. اوكي ما في شي خلص. القرد ما في داعي اجيبه معي صح؟ لا ان شاء الله ما في داعي. ايش فيه؟ مريضة كأنها صح؟ سمعت قحط ونبض القلب زاد. اوكي جيعانة، من وين من الاقي اكل هالساعة؟ شغل الفانوس هذا. اوكي شايف في اشياء معلقة، فار معلق في هذا، كان زي مصيدة فئران شكله، يعني لازم اخذ قطعة اللحمة بس بنفس الوقت داري. خلنا نفوت يلا، شو مشكلة شو بدنا نسوي؟ المخرج هيج بده. والله اني كنت عارف انه راح يصير شيء زي هيك. ايش هذا؟ هذا هذول زي الصغار اللي ماسكهم. هذا نفس اللي شفناه بالحلقة اللي قبل، اللي كان ساحب صندوق وماشي من فوق. فالصناديق اللي بسحبها اللي هي صناديق هاي اللي بيمسك فيها يعني شو اسمه. ايوه اوكي فانوس ثاني ممتاز. احنا طلعنا من هون واحنا فتنا من هون، ردينا طلعنا لفوق. طيب بس ليش رجع المكان هذا؟ ليش موجود؟ انا اسف يا قلبي، انا اسف بس لازم استغل صندوقك عشان امسك هذا الحبل، على الاغلب راح يفتح الباب. بس ان شاء الله لما افتح الباب ما يجيني هذاك. يلا بسم الله. اتوقع اذا تركته راح يسكر، فممكن اتدحرج عشان اخلي عشان اوصل سوينج. والله اني عارف بدون ما احد ما يقولوا لي، والله عارف لانه راح يسكر اذا تركته. مخ تفكير. هون في فتحة فوق الماسورة ما بقدر اتسلق عليها. تسلقون اوكي. ايوه ونط لورا. اوب تمام. بس سامع اصوات. ايوه ايش بيسوي فيهم؟ بلفهم بعلقهم. طيب هاي جثث كبيرة وهذيك صغيرة، مش عارف. طب ما هو أعمى. لا 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 بيسمع. والله كنت عارف راح يصير شيء زيك. شلون بدي امشي على ايش؟ ما في شاشية هون على الارض اني امشي عليها، ولا استنى شوي ممكن افوت من هون، من المكان اللي بيسحب منه هذولا. حرفيا ما في شيء ثاني بقدر اسويه. فطيب خلنا استنى بالاول تيسحب واحد وبعديها نفوت بسرعة. طب فوت لجوا، مش مفتوح. طب مفتوح برا، ما رضي يفوت. نط فوت لجوا.
ما بفوت ولا اظني راكض. توني بشوف الهاي يعني، لا يعني لازم الراكض يسمعني هون وافوت جوا صندوق. اوكي، خليني انط نطة اشوف يمكن اوصل، مع اني مستحول. اها لا، بسرعة 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 بسرعة. ايوه، في اشي لازم اشغل البكرة هاي انها تسحب وتفتح الباب، واتوقع اللي هي هاي. ايوه بس ان شاء الله ما يسمع. سمع صح؟ بسرعة 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 بسرعة. حاسس راح يمد ايده. بسرعة بسرعة، اتوقع انه راح يمد ايده يسحب لي. اوكي تمام. اخ يا ربي، ديم ما استبعد انه راح يمد ايده عشان يحاول يمسكني، يعني هسه ولا بعدين. مش هذا المكان. سمعت صوت بس دقيقة. ايش هذا؟ ايش هذا؟ اطلع طه، اطلع على الصندوق، اطلع على الشنطة، اطلع على اي شيء. ايش هذا؟ اوكي معناته في شيء كمان هون راح يلحقني، فروح على السريع. ايوه بسرعة بسرعة بسرعة. بعدين طب هسه هو صار عندي وهو اسرع مني، راح اقدر الحق عندي الشنطة هذيك. يلا بسم الله، بسرعة 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 بسرعة. ايوه ايش هذا؟ مش طبيعي الوضع. طيب هون ايش فيه؟ طب بدي اشوف قبل ما اكمل. ايوه فيران معلقة. طيب اوكي سكر. هذا نفس المكان اللي انمسكت فيه. في اصوات. في اصوات قاعد تصير. وهذا نفس المكان اللي ما توقعت انه راح ينط علي زي هيك. وبعدين 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 تخبى هون يعني. تبغى شاهي؟ لا ظلك تتحرك كثير يا خالد. شيل يدك شيل يدك. ايوه والله ديم. اوكي يعني لازم اجي من هون هسه. بسم الله. طيب هذا الجريد اتوقع عرفت. اشغل الجريد ارميه يعني عشان هو يجي يفتح الباب، يفتح الباب وانا على السريع ادخل. لا الخطة بيض. الصندوق بتحط بس اقدر اسحب الصندوق. اوكي في شي تحته يعني مثلا. يا شباب مش عارف ايش اسوي. دقيقة، هاي الخشبة ايه؟ هاي الخشبة ايش وضعها؟ سرعة بديهة ما في. اوكي سرعة البديهة ما لها دخل، بس يلا اروح من هون يعني. معناته مش من هناك ولا من هون. من هون بس انه وين المدخل بالضبط؟ طيب هذا
طيب هون في ضوء، في ضوء فاتح هون، يعني انه في مدخل، في اشي مفتوح. ممكن ارمي هاي، ممكن ارميها لما يكون موجود. ما سمحاش، صار اطرش فجأة. لا برا لدو، الحل كله طلع من هون، تتسلق من هون. اوكي يعني استنى يروح للغرفة هذيك. ايوه واتوقع هاي عشان نمشي عليها. هذا قرد صح؟ اه طيب، اتوقع القرد عشان ارميه يجي لهون. ايوه اوكي، هون ايش في هون؟ هذا ايش هذا؟ خليني على السجادة، خليني على السجادة. الزر الزر الزر، لازم امسك كندرة بسرعة بسرعة، ما دام ما بسمع. بسرعة 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 بسرعة. ايوه السجادة السجاد بضيعني. افتح افتح الباب افتح الباب. ايوه ايش هذا المكان الساعة؟ تسلق كتب العلم. اه تسلق هون. اوكي اوكي في شمعات بدل الفانوس. اوكي توني بعرف، الحمد لله ماني ما طلعت على زرار البيانو نفسه عشان ما تطلع صوت. ايوه ايوه يب، في سجادة هون صح؟ لازم. ايوه هون في زي هذاك المثلث اللي حطيته عشان فتحت الباب الارضي. في واحد ثاني هون لازم اجيبه. اوكي الحمد لله هون كل مفروش سجاد، بس هون ما في سجاد. والحل تسلق الكتب. طيب قبل ما اكمل خليني بس اشغل الشمعة هاي. ايوه واتوقع عرفت ليش ايش لازم اسوي. لا اوكي متت اصلا من الوقع، متت. حسبهم مظبوط. ايوه سمع صوت صح؟ اوكي حاطين لك هاي عشان ما توقعها الاشياء هاي. اوكي ايوه على السجاد على السجاد على السجاد. يا رب ما يجي عندي. ايوه تسلق. اوكي هاي شلون بدي ارجع؟ لا تقول لي بدي ارجع من نفس الطريق بليز مان. لا التلفزيون هذا اوكي اوكي خليني ثابت. هيو جاي هيو جاي شفته. اوكي فكرت راح يطفي التلفزيون بعدين اهرب، بس طلع بينشغل فيه. طيب ما بقدر اتسلق وانا معي هاي القطعة، فلازم اركض. اوكي خلاص ما مشغول بالتلفزيون يعني، بس دقيقة خليني اشغل الشمعة هاي. لا ما شغلت. ايوه طيب بس هذا ايش راح يسوي لي بالضبط؟ سمع الصوت صح؟ سمعه بسرعة بسرعة البيانو.
بس يلا 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 بسرعة بسرعة. واو ايش النطة هاي؟ ما عرفت هناك ايش اسوي بالضبط. تمام، لما ارفع البيانو انط عليها، وبعدين المسافة ذيك بعيدة ما بقدر اوصلها، فايش الحل؟ سمع الصوت. بسرعة. طيب استنى هون شوي. اوكي هناك مستحيل اوصل، بعيدة. ايوه. اوكي انتبهت للبيانو بتدحرج شوي شوي، ممكن لما تقرب كثير على المنصة هذيك بنط. ممكن، لازم نجرب. يفضح عرض ايده مطولها، شو هذا؟ بتدحرج البيانو. ايوه تمام. الله يستر من هذا المكان. خليني انط عنها احسن. اوكي ما بتندس، سحب بس. طيب وبالنسبة لهاي دز اوكي. اوكي عرفت، انط واكمل من هون. ايزي. ومنها انط على الباب. اوكي يلا. اوب ممتاز. ديمي المكان، الله يستر هون ايش فيه. اوكي فانوس، حلو كثير. مش قلت لكم انه في ايده راح تلحقني هسه ولا بعدين؟ اتوقع هاي مش اخر مره، كمان في كمان مرات. بس ايش اسوي يعني هسه؟ يعني اكون مسوي كراوتش. يا عمي امشي امشي. ديم ايش هذا؟ هذا هو صح. بسرعة بسرعة بسرعة. ايوه مع ان الزحلقه كانت بيض، بس اهم شيء وصلت. لا لا واو، وين؟ طب وين كان لازم، وين كان لازم انط؟ لا شيل ايدك شيل ايدك شيل ايدك. ايش اسوي؟ هذا الباب لازم ينفتح، بس شلون؟ اخ يا ربي. وقف اللعبة شوي، بدي اروح اتغدى وارجع. 1 week later. تمام رجعنا يا شباب، بس احد الان مش عارف ايش بدي اسوي. تطلع الحل بديهي ولا مش عارف، لانه حرفيا ما في اشي ببالي. والله ماني عارف، ممكن هيتش. ايوه براه. اوكي لازم اسويها اكثر من مره. اوكي خلص اوكي هسه عرفت. ايوه الزوايا. اوكي اوكي انا اسمع نسوي الزاويه الثانيه، بس بالاول لا، نفس الغلط الاول، نطيت على ايده. ايوه
يجعلك بالساحق الماحق. لا ايوه اخيرا يا زلمة، شو هذا؟ اوكي دلير. بس يا شباب راح نوقف وين، هذا راح يكون المقطع لليوم. اذا بدكو نكمل نسوي مقطع ثالث للعبة، اكتبوا لي تحت بتعليقات ان شاء الله بسوي عنها، وعلى الاغلب راح اسوي ان شاء الله. وبس يلا، السلام عليكم.